الآن فندعكم مشاهدينا إلى وقفة فنية قصيرة مع المغنية اللبنانية دارين حتشيتي للتعرف على تطلعاتها الفنية وتوجهات الموسيقى المعاصرة في لبنان. لنتابع المغنية في حوار مع مراسلتنا كارولين بعيني. المطربة اللبنانية دارين حتشيتي بدأت الغناء في سن صغيرة وفازت بالميدالية البرونزية في مسابقة عالم الفن. هي اليوم تعتبر من الفنانات البارزات في لبنان والعالم العربي. يسرنا أن نستضيفها للمرة الأولى على قناة روسيا اليوم. أهلا وسهلا فيك. بداية خبرينا عن مشوارك الفني وأبرز المحطات بحياتك الفنية. أنا يعني من عمر 12 سنة أكيد أهلي بالبيت تعرفوا على صوتي وعرفوا أن دارين صوتها حلو، وأنا كنت أعمل بكل مناسبة، مثلا بالمدرسة في مناسبات كتير كنا فيها كنت غني وجرب صوتي، فعرفت أنه عندي صوت حلو وبحب الفن كتير. يعني بلشت أتعلق بالفن من عمر 12 سنة. هلأ أكيد من بعدها من عمر 16 سنة 15 تقريبا تعلمت بالمعهد الموسيقى بالوطني هون بلبنان غناء شرقي 5 سنين، أخذت غناء شرقي وعود وسولفاج وفوغاليز، يعني كل الأشياء اللي بتساعدني لأعرف الدراسة يمكن الموسيقية أكثر وأتثقف أكثر بالموسيقى. وطبعا تعلمت مديت مع شركة ليا برودكشن، وأكيد شركة ليا فتحت لي باب كتير كبير على الساحة الفنية، وحمد الله يعني مثل ما عم تشوف الأعمال اللي عم قدمها الناس عم بتحبها كتير، وكان أول ألبوم لقلي هو قدام الكل. شو الجديد اللي قدمتيه مؤخرا للجمهور؟ يعني أنا أول ألبوم كان لقلي قدام الكل، تاني ألبوم كان ارتح لك قلبي، تالت ألبوم كان كل القصة، وفي ألبوم هلأ جاي على الطريق يعني عم نشتغل عليه بدقة، وفي كليبات كتير يعني الحمد لله، يعني يمكن 13 كليب. أنا معظم الكليبات كمان بصورة بأستراليا أكيد مع المخرج جاد هبر، وبلبنان تعملت مع المخرج وليد نصيف، وهلأ عم بتعامل مع المخرج باسم مغنية. قدي بيتأثر جمهور الفنان بالفيديو كليب برأيك؟ هلأ أكيد الأغنية هي كتير لدور مهم، يعني الأغنية لو منها حلوة ما توصل للناس، يعني الأغنية الحلوة بلا كليب توصل، بس الكليب هو بيساعد لانتشار الفنان أكتر ويتعرفوا على صورته من خلال أكيد الشاشات والمحطات اللي بيشوفوها العالم كل يوم، بتساعده كتير. تاني شيء هضامته على الكاميرا الفنان بيوصلها التمثيل تبعه، يعني أنا مثلا ما كنت أعرف حالي أنه شاطر بالتمثيل، لاحظت حالي بهالشغلة عدة كليبات أكيد، بس أكتر كليب كان لقلي هو كليب حبك غالي عليا، لأنه أخذ دور المجنونة لأنه فقدت حبيبي بالطيارة. هون حسيت حالي أنه أنا ممثلة، يعني شاطرة بالتمثيل وبحب التمثيل كتير، وما أنه تمثيل مصطنع، تمثيل حقيقي، يعني بحس بالدور مزبوط. هاي شغلة. وتاني شيء يعني الكليب هو بيوصل الفنان لقلوب الناس أسرع بهضامته بطريقته، وطبعا كمان المهرجانات والحفلات اللي بيطل فيها كمان هذا بتواصل هو جمهوره كمان بيساعده. بتفكري تعملي تجربة جديدة في عالم التمثيل مثلا؟ بحب التمثيل، اجاني عروضات كتير بوقت كنت بمصر وبلبنان، حتى اتصلوا بشركة ليا برودكشن بمدير أعمالي، بس هذا الموضوع شوي بياخد وقت أكتر وتحضير لتحضري حالك للدور، ولأعرف الدور ما في انزل بفيلم وما أعرف دوري شو أنا بالفيلم، يعني شو بطولتي بالفيلم. أفضل أنه كل شيء بوقته حلو، يعني أفضل هلأ أركز أكتر على الغناء وركز على الأعمال اللي عم أقدمها للناس، وكل شيء بوقته حلو إن شاء الله. بعد محطات مهمة بحياتك الفنية، شو هو الجديد أو الشيء اللي بتطمحي له بالمرحلة المقبلة؟ يعني الفنان وخاصة أنا يعني عندي طموح كتير كبير، حابة أطمح لأشياء كتير بعد ما حققتها، بس لهلأ الحمد لله يعني على كل شيء اللي عم بقدمه. هلأ في أشياء كتير يمكن واحد ما في يحكي عنها، يمكن بالشغل بالعمل وقت تكون مجتمعين بشركة ليا فريق العمل بيشتغل معي دائما منفكر بأشياء جديدة، يعني فكرة جديدة مش متكررة، يعني هذا الشيء اللي عم نطمح عليه، ويكون ما في شيء متكرر بس بالأسواق. يعني بتلاحظ يعني أنا مثلا عملت مشروع غنائي لكل البلدين، هذا مشروع حسيته هيك فريد من نوعه، شيء جديد للعالم. دائما بنختار الأشياء الجديدة، بس أكيد عندي طموح كتير كبير وإن شاء الله هيك حققه.